يا جماعة، الناس اللي هي بتخش تنزل صورة الشيخ الشعراوي وستيفن شعراوي وتكتب مستحيل الشيخ الشعراوي يخسر. مستحيل يخسر في ايه؟ ايه يالا التفاهة اللي انت فيها؟ والناس فعلا بتخش تحط لايك للشيخ الشعراوي، ما بتحطش لاف لستيفن شعراوي، تخاف لا قدر الله الشيخ الشعراوي يخسر يضيع عليه كل اللي عمله في حياته. ايه يا جماعة العبط ده؟ يا جماعة عيب بعد اذنكم، الحاجات دي بتطلع جيل متخلف قسما بالله، جيل غبي. الناس برضو اللي بتحط صورة محمد الشناوي واحمد الشناوي، لو محمد الشناوي خسر انا هقفل الصفحة. مدغور، هي الصفحة دي فاتحة بيوتنا يعني؟ الصفحة دي اللي بتأكلنا عيش، ما تقفلها ولا تحرق بجاز انت والصفحة. يا جماعة بعد اذنكم، الجانب التاني بتاع الناس اللي هي بتخش، يا جماعة هو لو سباك اتجوز نقاشة هيخلفوا ايه؟ انت مش قادر تهزر، انت ليه بتجبرنا ان احنا نهزر؟ يعني انت اللي بتخش ترمي حاجة وعايزنا كلنا نخش نهزر وانت عابر سبيل في القصة دي؟ يعني انت جيت رميت حاجة سخيفة اساسا، اللي هو انا مهما قلت هتبقى تنحى. انت عايز ايه؟ لما تقدر تهزر ما تهزر، طالما انت دلوقتي ما عندكش خيال لحاجة فخلاص يا كابتن، خلاص يا كابتن. انت ليه بتضغط علينا قوي كده يا جماعة؟ الناس اللي هي بتخش تجيب صورة بنت شكلها مش حلو، مش حلوة خالص، وتكتب يا جماعة هو ايه الامر ده بجد؟ هي مش أمورة والله، والله ممكن يكون ربنا اداها حاجات تانية أهم بكتير، ممكن تبقى صحتها كويسة، ممكن تبقى بره بأهلها، ممكن يكون عندها حكمة ذكية جدا، بس شكلها مش حلو. فأنت كده متنمر أصلا يا صاحبي، ده أنت خدوم، يخرب بيت إنسانياتك بقى، ما تعملش كده والله العظيم، وحش وحش، شيء منفر حقيقي، مش الصورة، أنت دماغك. الناس يا جماعة اللي بتخش تعرض مشاكلها الشخصية على الفيسبوك، اللي هو أنا ببقى نايمة الساعة 2 بالليل وجوزي بيقوم كل يوم يتبول في الوقت ده فبيشيل من عليا الغطا فببرد. طب ما دي مش حرمة بيوت دي؟ وبعدين هما الزنا 2 بالليل، يا المفروض يتبول عليك يعني عشان ما يصحيكيش عشان ما تسقعيش؟ يا جماعة هو ايه العته اللي احنا الحاجات دي فعلا بتطلع جيل متخلف، بتطلع جيل قبلة، جيل ابن وسخة.